لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير. السلام عليكم. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. ربنا يتقبل ان شاء الله. كيف حالكم ان شاء الله؟ طيبين. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المشاهدون والشهادات الاكارم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامج التجابه، وها نحن في خلوه عبد الرحمن الكيال بالصحافه مربع 26، ونحن مع في ضيافه هذه الخلوه مع شيخ الخلوه ومع القائمين على امر هذه الخلوه، فنتابع ان شاء الله مجريات هذه الخلوه وما يكون ما يحدث فيها من حفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، فتابعوا معنا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. نشأتها والذين دوروا فيها، يعني النشأة عام 1989 واكتملت افتتاحها، اكتمل افتتاحها 91. بدأت بتعليم الكبار بعد صلاة العصر حتى المغرب والنساء كذلك، وخرجت والموظفين موظفين الدولة بيجوا بعد الساعة بعد صلاة العصر يحفظوا القرآن الكريم. من الكبار والموظفين والنساء أكثر من 75، أكثر من 75 من الكبار من نساء ورجال حفظوا القرآن في هذه الخلوة. سنة 2007 بدأت الخلوة تجمع الطلاب لحفظ القرآن، والطلاب الآن يعني الموجودين في الخلوة 65، أكاديميا عندنا 52 بيقروا أكاديميا في مدرسة الشهيد عادل، والآن عندنا في تامنة ممتحنين السنة دي 11 طالب، 11 طالب في تامنة الآن، واللي تخرجوا من يعني الناس اللي تخرجوا الطلاب اللي قروا حفظ القرآن الكريم في هذه الخلوة اتخرجوا سنة 2012 25 طالب موجودين شهاداتهم وأسماءهم، وهم الآن ذهبوا لأهلهم وزويهم، بهم من يعمل خلوة وهم يعني تخرجوا مشوا مننا الحمد لله. الآن عندنا جاهزين 12 طالب حفظوا القرآن وظهرنا نخرجهم في هذا الأسبوع إن شاء الله. ندعو غنى الطيبة لتغطية الحدث بتاع التخريج، و اللهم صل على محمد. زي ما ذكرت لك يعني عندنا 12 طالب جاهزين وحفظوا 30 جزء وجاهزين للتخريج. من ناحية السكن هم كلهم جايين من أطراف العاصمة وخاصة شمال كردفان وجنوب كردفان، المناطق أبو زعيمة
وحمرة الشيخ، و كلهم يعني من أبناء الكبابيش، وعندنا من الأبيض، وعندنا من دارفور، وعندنا من جبال النوبة، كلهم في هذه الخلوة يحفظون القرآن، وأسرة واحدة بدون عنصرية بدون قبلية، يعني هم هنا إخوة لماهم القرآن وجمعهم القرآن، وهم عايشين في هذه الخلوة يعني سكن داخلي، يعني ساكنين في هذه الخلوة كلهم الناس اللي ذكرتهم ديل 65 الآن موجودين معنا، وعندنا 3 وجبات في هذه الخلوة يعني سكنهم وكل شيء يعني. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجن والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. بالنسبة للدعم بتاع الخلوة ما عندنا دعم من الحكومة، في بعض الخيرين يعني بيدعموا، وفي بعض المنظمات زي الأتراك بيجيبوا لهم وجبة فطور عدا يوم السبت وكده، فالحمد لله الحياة ماشية، وهم يعني كما تشاهدون يقرون القرآن ويحفظون القرآن ويتدبرون أمره، والحمد لله الحياة ماشية. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بعد زيارة قناة طيبة لهذه الخلوة المباركة، نتحدث قليلا عن البرنامج اليومي للطلاب. يبدأ البرنامج اليومي من منذ الدغشية، تبدأ من الساعة 4 صباحا، يبدأ الطلاب بالقراءة للواجب اليومي اللي هو اللوح الذي يريدون كتابته. فهؤلاء الطلاب يبدأوا بحفظ اللوح، فمنهم
يسمع وتسمى صحة المطالعة. بعض الطلاب المتقدمين في الحفظ يسمعون للشيخ ثم يكتبون على اللوح مباشرة. أما الطلاب المتأخرين في الحفظ أو يبدأون بالرمية اليومية للمغرر اليومي، تستمر الرمية منذ الساعة الرابعة إلى الساعة الخامسة، حيث يتأهب الطلاب لأداء صلاة الفجر في جماعة. بعد صلاة الفجر مباشرة يذهب جميع الطلاب لشراب شاي الصباح، ثم بعد ذلك يستعدون للذهاب إلى المدرسة. فخلوتنا تمتاز بأنها تجمع بين المنهج الأكاديمي المدرسي والمنهج القرآني. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. الدنيا سيبك قبر تسيبك، ديما صل على حبيبك. الدنيا سيبك قبر تسيبك، ديما صل على حبيبك. اصحوا قوم يا ناس عيبك، كن حذير احضر شيبك. ابقى واصل لقريبك، وادعو كن شيئا يريبك. الدنيا سيبك قبل تسيبك، ديما صل على حبيبك. الدنيا سيبك قبل تسيبك، ديما صل على حبيبك. من حرام لا تملى جيبك، لا تقول لي يا اخي سيبك. آفلاها الناس حسيبك، والدرب لابد اجيبك. الدنيا سيبك قبل تسيبك، ديما صل على حبيبك. الدنيا سيبك قبل تسيبك، ديما صلي على حبيبك. اسمعوا نشرة التمانية، بتعرفوها الدنيا خاينة. الرحيل في كل ثانية، والجميع لقبور دانية. الدنيا سيبك قبل تسيبك، ديما صلي على حبيبك. الرحيل في كل ثانية، والجميع لقبور دانية. من الكتاب ما حفظنا آية، يا الرسول دايرين حماية. الدنيا سيبك قبل تسيبك، ديما صلي على حبيبك. الدنيا سيبك قبل تسيبك، ديما صلي على حبيبك. يا زميل لا تكون ضحوكا، دي مجال سلب انصحوكا. ودع عمك وناس اخوك، بالترام ما بيرحموك. الدنيا سيبك قبل تسيبك، ديما صلي على حبيبك. الدنيا سيبك قبل تسيبك، ديما صلي على حبيبك. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. عندنا 15 طالب ديل لسه ما تأهلوا عشان يخشوا المدرسة. بعد ما يعودوا من المدرسة يعني يتناولون وجبة الفطور في الخلوة، لأن المسافة بين المدرسة والخلوة قريبة. يتناولوا وجبة الفطور في الخلوة، ثم يرجعون إلى المدرسة، ثم يعودون بعد الظهر. بعد الظهر هناك الغيلولة. الغيلولة هي يعني راح فترة راحة ما بين ساعة إلى ساعتين، ثم يتأهبون إلى أداء صلاة العصر. بعد صلاة العصر مباشرة من صحة المطالعة، اللي هي قراءة الجزء الذي يراد حفظه إلى يوم غدا. صحة المطالعة اللي هي المطالعة هي عبارة عن شنو؟ عن يعني قراءة. الطالب الناشئ يذهب إلى زملائه يقرؤون له، أما الطالب الخاتم يعني يصح للشيخ مباشرة. هناك بعض الطلاب المبتدئين يكتبون ما يريدون قراءته على الأرض، حتى يتمكنوا يوم غد في اليوم الثاني من الكتابة الصحيحة. تستمر العصرية
إلى الساعة السادسة حيث يتناولون وجبة الغداء. التكية موجودة الحمد لله رب العالمين. بعد وجبة الغداء يأخذون قسطا من الراحة ثم يذهبون إلى صلاة المغرب. بعد صلاة المغرب مباشرة يبدأ التسميع، تسميع لما حفظوه في يوم أمس واليوم. بعد التسميع يتأهبون لأداء صلاة العشاء، ثم بعد صلاة العشاء يؤدون السبع. السبع هو عبارة عن يعني لف دائرة يعني مثل الطواف، هذا السبع يقرؤون فيه الدراسة القديمة، يعني الذي يحفظ جزء الذي يحفظ، هي عبارة عن مراجعة. فترة السبع ما بين ساعة إلى ساعة وربع، وبعد ذلك ينتهي اليوم الدراسي بالخلوة، وهكذا يستمر يعني البرنامج في الخلوة من يوم السبت إلى يوم الخميس. طبعا الخميس والجمعة يعني معروف في جميع الخلاوي هو راحة يعني للطلاب، حيث يعني يذهبون يغضون فيه يعني الأشياء الأخرى. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفس إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا العمل الصالح، هذه الخلوة التي جمعت بين حفظ القرآن والدراسة الأكاديمية، فتخرج منها من الصف الثامن طالب أحرز يعني نمرة 265، وكذلك تخرج من الثانوي طالب من هذه الخلوة بنسبة 85%، والآن طالب بجامعة مامون حميدة كلية الصيدلة. هذه الخلوة تتعاون معها مدارس، مدرسة الشيخ مصطفى الأمين ومدرسة الشهيد عادل بالصحافة، ونشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على هذا العون، ونشكر لهؤلاء القائمين على المدارس، ونشكر القائمين على الخلوة، ونشكر الداعمين لهذا العمل الصالح. وهذا يعني من صروح القرآن، وهؤلاء من طلاب التقابة والقرآن داخل العاصمة. أسأل الله أن يوفقهم لحفظ القرآن، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة مع خلوة جديدة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بحراره كي لا نغرقا.